اهلا ومرحبا بالقناه المغربيه وكل اهل المغرب. طبعا انا مبسوط قوي بالمستوى اللي ظهر عليه المغرب بغض النظر عن الماتش الاخير، وكان ماتش يعني غير قيمه، يعني كان بدون قيمه بالنسبه كترتيب مجموعه. منتخب المغرب ظهر نسبيا احسن من بقيه الفرق العربيه اللي ظهرت البطوله. بالحقيقه منتخب يعني بصفه عامه كل المنتخبات مستواها دون المستوى، يعني على مستوى منتخب الجزائر، منتخب السنغال، منتخب الكاميرون، منتخب مصر اقل من المستوى المتوقع. يعني المنتخب المغربي افضل شويه، مستواه افضل شويه من بقيه المنتخبات نسبيا. الماتش الاخير كان ظهر تفكك في بعض الخطوط، لازم المدير الفني يفكر في المسافه اللي بتظهر دايما ما بين خط الدفاع وخط الوسط، لازم ينزل لاعب دايما يربط ما بين الخطين دول. المنتخب المغربي عامل بطوله كويسه جدا، هو صعد اول مجموعته بالجون بتاع اشرف حكيمي امبارح، فان شاء الله هيفضل هنا في ياوندي، هيقابل توالي المجموعات ان شاء الله باذن الله يكسب، ونتقابل بقى مع بعض ان شاء الله في دور الثمانيه بعد ما نخلص في دور ال 16 ان شاء الله. المنتخب الجزائري لو عدى من المشكله اللي هو فيها دي هيوصل لادوار بعيده، لان هي كانت في تعالي على الكره وهم بادئين بيه، بس بعد كده هيبداوا يشتغلوا. المنتخب المصري لو وصل لدور ال 16 ان شاء الله يبقى الاداء احسن من كده. هو المنتخب المغربي اقرب منتخب ممكن يوصل للادوار الاقصائيه، يعني دور الاربعه النهائي